سيرة نجم، برنامج يروي سيرة ومسيرة نجوم الرياضة الليبية من مختلف الأندية والأجيال. النجم الذي نقدمه اليوم هو أحد أبرز رموز الكرة الليبية، نال شهرة واسعة حيث لعب لأشهر فرق أندية طرابلس والفريق الوطني لكرة القدم. اسم كبير عرفته الملاعب خلال فترته الزاهية والذهبية في مواسم الستينيات، ولقب بثعلب الملاعب الليبية. إنه النجم الهداف الكبير أحمد الأحول الذي ولد بمدينة غريان عام 1936. بدايته الكروية كانت بمدرسة شارع الزاوية عام 1950، وفي عام 1954 التحق بفريق المشعل، وبعد 3 سنوات انتقل إلى نادي بالخير، ثم تحول إلى فريق الأهلي بطرابلس، وفي مطلع عام 1960 انضم إلى فريق الاتحاد واستمر يلعب له بلا انقطاع حتى الموسم الرياضي 75-76، عندما اعتزل اللعب بعد قرابة 21 عام قضاها بالملاعب. ترأس أحمد الأحول فريقه الاتحاد وقاده للعديد من البطولات، حيث ساهم في إحراز الفريق ل3 بطولات على مستوى الدوري الليبي خلال مواسم الستينيات، آخرها بطولة دوري المملكة. حمل شارة رئيس فريق الاتحاد في مواسم كثيرة، منها عامي 65-66 و68-69، وهما العامان اللذان توج فيهما فريقه بالبطولة على مستوى الدوري الليبي. سجل لفريق الاتحاد العديد من الأهداف تتجاوز 200، أبرزه أهدافه في الشباك الأفريقي التونسي عام 67، وهدفي في مرمى الأهلي المصري عامي 63 و68. شارك مع منتخبنا الوطني في الكثير من اللقاءات والدوريات العربية والقارية والدولية التي خاضها المنتخب الوطني خلال فترة الستينيات، أبرزها الدورة العربية الثالثة التي أقيمت بالمغرب 61، ودورتي كأس العرب الثانية والثالثة عام 64 بالكويت وعام 65 ببغداد، وكذلك الدورة العربية بالقاهرة 65، وألعاب البحر المتوسط بتونس 67. أحرز أول أهدافه الدولية مع المنتخب في شباك المنتخب اللبناني عام 1961 بالدورة العربية بالمغرب، والتي حصد خلالها منتخبنا المرتبة 3 عربيا، وتولى قيادة المنتخب الوطني في العديد من اللقاءات والدورات والبطولات، أبرزها دورة كأس العرب 3 ببغداد عام 66 والدورة العربية بالقاهرة عام 1965. أحرز أشهر أهدافه في شباك فريق الأهلي المصري عام 68 في المباراة التي أسفرت عن فوز الاتحاد ب2-0، ومع المنتخب الوطني هدفه في شباك المنتخب السعودي عام 61، والتي تفوق فيها منتخبنا بخماسية ضمن الدورة العربية بالمغرب عام 61. ويعتبر أحمد الأحول أول لاعب ليبي يسجل هدف في بطولة أفريقيا للأندية في مرمى دينامو بطل النيجر عام 1967. عرض عليه الاحتراف بفرنسا من خلال زميله المرحوم سليم بن زايد حارس مرمى الاتحاد الذي احترف بالملعب التونسي بعد لقاء الفريق الجزائري بطرابلس في بداية الستينيات، كما عرض عليه الأهلي المصري الانضمام إليه بعد أن قام بالتدريب مع الفريق واجتاز فترة التجربة بنجاح، وقد طلبوا منه إحضار الاستغناء للمشاركة في مباراة الفريق أمام القناة، وذلك عقب احتراف ورحيل نجمه صالح سليم إلى النمسا سنة 1963، لكن ناديه الاتحاد رفض العرض لحاجته الماسة إلى جهوده.